طيب السلام عليكم، ما أعرف المفروض يبدأ منو، لكن السلام عليكم جميعا. طيب معكم انا اللي هبدا، انا اللي هبدا اقدمكم بعد ذاك. طيب السلام عليكم ورحمه الله، الاخوه والاخوات في مجموعه الباحثين السودانيين، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. الليله الونسه الثانيه خلال اليوم ده، اليوم الاحد 20 سبتمبر 2020، انا وفي خميس علي عبد الله مشرف مجموعه الباحثين السودانيين. الليله البرنامج زي ما بدا قبل ساعتين كان في ونسه مع بروف سعاد بدري، مستضيفه زميلنا طارق مالك، تكلمت وما زالت تتكلم، تقريبا الجلسه انتهت قبل ثواني. وانا ان شاء الله معي ضيفين جميلين جدا، او ضيف تربيع، معي دكتور هشام يوسف حسن والاستشاري هشام يوسف حسن، ثنائيه الاسماء زي ما قالوا. دكتور هشام يوسف حسن هو عنده دكتوراه في علم الوراثه واستاذ المجرات الجزئية في مملكة البحرين، والاستشاري هشام يوسف حسن عنده ماجستير في سلامة الأغذية واستشاري سلامة الأغذية والقانون الدولي في كندا. الليلة إن شاء الله هيتونسوا لنا وحنتونس مع بعض في خلال الساعة والساعة ونص عن المسيرة والتخصص، ومن أين وإلى من أين وإلى أين، وكل الطرافة أو القصص العلمية اللي حصلت أو الحياتية اللي حصلت بينهم. تفضل دكتور هشام وبعده الاستشاري هشام. مساء الخير عليكم، شكرا جزيلا للمجموعة، مجموعة الباحثين السودانيين. شكرا باشمهندس وافي على الفرصة والدعوة، شاكر مقدر لكم، ومرحبا برضو بزميلنا وأخونا هشام يوسف حسن، التوأم الخير الشقيق، ومرحبا بكم كلكم، إن شاء الله تكون يعني جلسة لطيفة وظريفة ونستمتع مع بعض. شكرا لكم. تفضل هشام يوسف حسن. السلام عليكم، السلام عليكم جميعا أعضاء مجموعة الباحثين السودانيين، وفرصة جميلة جدا في الصباح اللي هو عندكم مساء الآن، إنه نتلاقى يعني إنه نتصبح بكم زي ما بيقولوا يعني، ونتمنى إنه دردشة جميلة، فرصة حلوة جدا إنه ألاقيكم باشمهندس وفي ودكتور هشام وجميع الإخوة والأخوات في الجروب. مرحبا بكم، زي ما قلنا هي ونسة، وعبد لنا أحد الهشامين ممكن يبدأ يحكي لنا التخصص والمجال والنشأة من أين وإلى أين زي ما قلنا. طبعا بالأكبر، طبعا دكتور هشام بيبدأ أول. طيب تفضل يا دكتور. أنا من مواليد الخرطوم، منطقة الخرطوم 2، وبعد كده يعني ما بديت أي مراحل دراسية في الخرطوم، مشينا الأبيض بطبيعة عمل الوالد، المرحوم الوالد كان بيتنقل كثير، كان مهندس زراعي، مشينا الأبيض، قريت يعني جزء في الكمبوني بتاع الأبيض زمان، ما أعرف حسي موجود ولا لا، لكن كان في بري سكول تبع الكمبوني، قريت فيها فترة بسيطة، بعد كده برضو انتقلنا تاني مشينا الدويم. في الدويم بديت الابتدائي مدرسة الدويم النموذجية، أعتقد موجودة لغاية الآن، كانت هي مدرسة نموذجية لأنه كانت يعني معهد التربية بقطريدة كان بيجرب فيها المناهج قبل ما ينشرها على السودان، فعشان كده سموها مدرسة نموذجية، يعني كانت نموذجية اسما ومسمى يعني. بديت الابتدائي لغاية سنة، يعني طبعا زمان كان مراحل لغاية سادسة، درست لغاية السادسة، وبعد كده انتقلنا تاني لحلفة جديدة، هناك درست المتوسطة 3 سنوات، وبعدها الثانوي في مدرسة حلفة جديدة الأكاديمية، الآن تسمى مدرسة الطبري الثانوية، وبعدها لجامعة الخرطوم كلية العلوم تخصص زولوجي، درست فيها 5 سنوات، اتخرجت، وبعد كده طبعا يعني الاجراءات اللازمه، اخذنا ضيعنا سنه من عمرنا في اننا نحن بنفتش على مسار او على طريق في ضم العاصفه كانت موجوده. بعد كده طبعا وضع البلد ذاته كان غير 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 مريح بالنسبه للناس الخريجين الجداد، لكن بعد ما انتهت العاصفه دي لقيت انه انا يعني لقيت فرصه في معهد الامراض المستوطنه جامعه الخرطوم،
بديت هناك كتريني في مجال النيوكلير جينيتكس، وبديت الماستر بتاعي هناك مع دكتور بروفيسور منتصر الطيب إبراهيم. وبعد سنة يعني الناس قررت إنه والله يا أخي أقدم للدكتوراه، ما يسمى بالأبجريدينج أو البروموشن. وفعلا بعد سنة أنا اشتغلت في البوبوليشن جينيتكس في التنوع الوراثي في السودان، مجموعات الإثنية في السودان. قدمت طبعا واتقبل الابليكيشن للبروموشن، وبعدها مشيت أتم الدكتوراه في جنوب أفريقيا في جامعتين، جامعة كيب تاون وجامعة فيتس في جوهانسبرج. قضيت هناك سنتين يعني في مجال التكنيكس، مجال الجينيتكس والميكرو جينيتكس وكذا، وجيت راجع واصلت في معهد الأمراض المستوطنة فترة، وبعد كده إلى التغانة كلية العلوم والتغانة كلية المختبرات، جامعة العلوم والتغانة كلية المختبرات، ومنها إلى البحرين. يعني في محطات أنا فطيت على أساس إنه بعدين إحنا في النقاش ممكن نمر عليها، فلكن دي الخطوط العريضة بالنسبة للمسيرة بتاعتي. وممكن بعد كده هشام يبدأ، وأثناء النقاش أكيد بنمر على محطات تانية. شكرا جزيلا يا دكتور، زي ما قلت مقدمة مقتضبة لكن نرجع عليه تاني. تفضل يا تفضل باشمهندس هشام. انت ميوتد يا باشمهندس، ممكن تفك الميكروفون، تفتح الميكروفون وتفضل. طيب السلام عليكم، سامعيني الان؟ ايوه تفضل. اي كان بس في مشكله في الادمنستريشن اي جس. طيب السلام عليكم، هشام يوسف حسن يوسف، عشان بس يكون في فرق بعد ذاك هشام يوسف حسن ثاني في يوسف. انا من مواليد منطقه ام دوم شرق النيل جنوب الخرطوم، المراحل الابتدائيه وجزء من المرحله المتوسطه في أم دوم. يعني خلصت المرحلة الابتدائية، في بداية المرحلة المتوسطة يعني درست السنة الأولى في أم دوم بان، لأنه أنا عندي صلة برضو بمدينة أم دوم بان، فبديت جزء من المرحلة المتوسطة هناك، رجعت تاني درست في أم دوم والثانوي برضو في أم دوم. وبالنسبة للجامعة الكلام ده والله في سؤال جاني قال لي سنة كم؟ في التسعينات. امتحنت للجامعة وقبلت في جامعة الزعيم الأزهري، الكلية كانت اسمها كلية الأغذية والزراعة والتقنية الحيوية، ونحن كنا الدفعة الأولى. الكلام ده كان سنة 94، كنا الدفعة الأولى. وللمعلومية طبعاً أنا بقول المعلومة دي طوالي في أي وقت، إنه أنا أول طالب يسجل رسمياً في كشوفات جامعة الزعيم الأزهري، يعني سينير لكل الطلبة في جامعة الزعيم الأزهري. درست، اتخرجنا من كلية الزراعة قسم علوم وتكنولوجيا الأغذية، وبعد طوالي سافرت للولايات المتحدة الأمريكية سنة 2001 في سبتمبر، يعني زي الأيام دي بالضبط. يعني وصلت الولايات المتحدة الأمريكية، سكنت في مدينة دنفر كولورادو لمدة سنة، وبعد ذاك انتقلت لولاية فلوريدا قعدت فيها فترة. والفترة دي كلها ما كنت قادر إنه أنا أواصل الدراسة بتاعتي فوق الجامعية. انتقلت لكندا سنة 2010، وواصلت بعد ذاك البرنامج بتاعي بتاع الماستر. تخرجت من جامعة ميتشيغان، جامعة ولاية ميتشيغان في أمريكا،
هي طبعا ولاية متاخمة لكندا، فده ساعدني كثير. عملت برنامج سلامة الأغذية، ماجستير في سلامة الأغذية، ومعها سيرتيفيكيشن في قانون الأغذية الدولي. مراحل العمل كثيرة جدا في ما بين الولايات المتحدة وكندا، لكن حاليا أنا شغال compliance manager في إحدى الشركات في كندا. ده باختصار شديد نبذة بسيطة عنه. زي ما قال دكتور هشام، ممكن ندي شوية تفاصيل في أثناء الحوار. شكرا جزيلا باشمهندس هشام يوسف حسن، استشاري الأغذية. نرجع لك دكتور هشام، هشام يوسف حسن، مسيرتك أو بدأت كيف مع الأحياء الجزيئية أو الوراثة الجزيئية؟ زي ما أنت ذكرت جزء بسيط منها. نعم، في موضوع أي تخصص في العالم طبعا لازم يبدأ بشغف، وإلا أنت ما حتواصل فيه أو ما حتنجح فيه حتى لو استمريت. فالشغف ده أنا بدأ معاي من المدرسة المتوسطة، زي ما قلت أنا في حلفة، كان في أستاذ بتاع أحياء هناك ممتاز اسمه حسن حسين، هو اللي حببني في موضوع إنه والله يا أخي أنا أمشي في مجال الجينيتكس، يعني طريقة أو احتمال يكون أكتشف حاجة جواي إنه أنا بحب الجينيتكس أو سوني. يعني كان بتدور بين نقاشات، أنا بالنسبة لي كانت عالية المستوى، لأنه طبعاً هو بكل طريقة مختلفة معلومات جديدة عني أنا ما بعرفها، بحاول أمشي أبحث عنها، تعجبني جدا. فده ده يعني كانت البدايات بتاعتي أنا أتعرف على مجال الجينيتكس والجينات وكده. وبعدها من حسن حظي لما مشيت الثانوي برضو في دكتور اسمه تاج السر، أعتقد إنه موجود لغاية الآن، برضو أستاذ أحياء، برضو مشيت في نفس المجال، يعني كان بيتناقش معاي في حاجات أنا كنت بعتبر إنها هي دروس خصوصية مجانية، لأنه بقعد معاه في مكتبه بنتناقش في حاجات احتمال ما باقي الطلبة ما انترست فيها، ما إنهم يسمعوها أو كده، كيف الجين بيشتغل، ليه الجينات مثلا متنوعة، شنو التطور، فهكذا. نفس الشيء حصل معي لما جيت جامعة خرطوم، اندهشت طبعا وانبهرت ب أستاذنا الكبير الدكتور فتحي الرابعة، لأنه طبعا يعني لازم أي زول درس جامعة خرطوم في الكليات العلمية اللي هي البيوميديكال بيكون مرة يعني صمحة، وبيكون مرة بدكتور فتحي الرابعة، لأنه كلية العلوم كانت كلية إعدادية بريليم، كليات الصيدلة والطب والأسنان والعلوم كلهم بيدرسوا فيها، وبالتالي المحاضرات بتاعة الدكتور فتحي الرابعة في السنة الأولى كانت من الأهمية بمكان لكل الناس، لأنها هي ممتعة جدا، زي ما كانوا بيقولوا الناس إنه هو دكتور فتحي يعني شخصية صوت وصورة، إنسان وسيم جدا وفي نفس الوقت عالم جدا. فكنا بنستمتع جدا بمحاضراته، وبرضه بتدور كان بيننا يعني نقاشات جانبية عن الوراثة برضه والجينات وكده. وفي يعني دكتور فتحي بيقول لك معلومات ما موجود، ما ممكن تلقاها ولا في إنترنت ولا في كتب ولا في مرجع ولا في بيبر، ولا يعني معلومات عنده موجودة هو بس من خلال تشبيكه للمعرفة، ودي حاجة طبعا يعني ده مستوى عالي جدا من العقل البحثي، لأنه هو باحث وعالم، فعقله وصل مرحلة إنه هو قادر على تشبيك حاجات الناس ما بتنتبه ليها، وده زاد فيني طبعا برضو الشغف بتاع الوراثة. وبعد ما انتهيت من الجامعة كان مفروض طبعا أعمل الخدمة الإلزامية، ودي قبيل أنا محطة فطيطة إنه أنا وين قضيت الخدمة الإلزامية بتاعتي عشان أذكر لكم حسي. الخدمة الإلزامية أنا أول زول عملت خدمة إلزامية في متحف التاريخ الطبيعي، يعني ابتداء إنه يكون في حد اعمل خدمة إلزامية في متحف التاريخ الطبيعي، ده أنا أول زول يعني عملته. كان المدير هو دكتور فتحي طبعا، دكتور فتحي الرابعة، وكانت كنت لما نجي الصباح يعني شاي الصباح نشرب مع بعض وبنتونس ونسة علمية اجتماعية ثقافية، كوكتيل كده بتاع حاجات ممتعة خالص. وبعد كده هو الوداني طبعا محطة رمضان المستوطن عشان أبدأ الماجستير بتاعي هناك،
فالشغف بالنسبة للتخصص بتاعي بدأ من المتوسط. ده يعني كل ما ممكن أقدر أقول يعني. وبرضه لقدام ممكن الناس تقول إنه بعد كده حصل شنو بعد المرحلة بتاعت الماجستير. تفضل كلام هشام. جميل يا دكتور. باشمهندس هشام، الاستشاري هشام، انت قبل شويه قلت انك سينير السناير في جامعه الزعيم الازهري في كليه الزراعه بالذات، حدثنا عن البدايات، كانت كيف اول طالب يسجل زي ما قلت في جامعه الزعيم الازهري، منها المسيره لحد ميشيغان. طبعا انا كنت يعني ببتسم ومبسوط جدا من طريقة سرد دكتور هشام. عنده طريقة جميلة جدا، أسلوب التشويق يعني أسلوب المسلسلات، إنه زي الكبسولات العلمية اللي بيعملها، إنه في الحلقة الجاية هنشوف الحاصل شنو. فأسلوب جميل جدا وإنسان لا يمل أبدا يعني دكتور هشام. يعني بالنسبة لكلية الزراعة والأغذية والتقنية الحيوية جامعة الزعيم الأزهري، أول شيء جامعة الزعيم الأزهري بدأت في سنة 93، وأول دفعة قبلت تقريبا 94. كان في 400 طالب بس في الجامعة كلها، كلنا كنا في مدرسة بيت الأمانة العباسية. كانوا معانا أبدات يعني، كان دكتور فيصل، محمد مكي، هاشم ديف الله، دكتور هاشم ديف الله، دكتور بروفيسور صلاح الدين المليك. احنا تلمزنا عليه برضو دكتور فتحي الربعه، برضو من الدكاتره اللي احنا تلمزنا عليهم في اللاب بتاع الزولوجي. دكتور يعني ممتع جدا في التلقي العلمي يعني. بدينا كل الطلبه كلهم بتاعنا العلوم بيدرسوا الكليه الاعداديه كلهم في حته واحده، وما بتتخصص انت طبعا لسه يعني في السنوات، يمكن السنة الكلية الإعدادية السنة الأولى والثانية تقريبا بتبدأ، بعد ذاك بتتوزع عليه بعد السنة الثانية تقريبا بتتوزع بعد ذاك على الكليات. كل الطلبة كانوا بيتلاقوا في حتة واحدة في اللابات يعني، في برضو الـ prerequisite programs، المواد زي اللغة العربية والكمبيوتر وال اللابات المعروفة دي يعني الرياضيات وبتاع. من الحاجات الجميلة إنه تلاقينا كلنا طلبة في كليات مختلفة، وكلنا كنا بنعرف بعض، ومش بنعرف بعض بس، 400 طالب كنا، حتى لو جاء ضيف لطالب إحنا بنعرف فلان ده ضيف منه، ولو مثلا فلان ده في محاضرة بنقعد بنونس الضيف لحد ما المضيف بتاعه يجي يعني. برضو بواصل دكتور فتحي الربعة، من القصص الجميلة اللي أنا شفتها معاه، وإنه شغفه بالعلم يعني، وطريقة إلقاء أو الدوزيس بتاعت العلم اللي بديك ليها بطريقة جميلة جدا. لحد هسه أنا بتذكر إنه كان لما كان بيدينا المحاضرة كان بيكون عنده كوباية بتاعته بتاعت القهوة والسيجارة بتاعته، بيكون واقف بياخذ من القهوه وبيشرب من السيجاره، وبيديك المحاضره بكل سلاسه. من الطرائف اللي حصلت لي معاه انه كان عملنا دايسكشن بنعمل دايسكشن للحيوانات طبعا، عملنا دايسكشن للضفدع، وانا كنت بحب الرسم جدا يعني. الدفاتر بتاعت الرسم بتاعت اللاب، لما خلصت اللاب في الكليه الاعداديه التكنيشنز بتاع اللاب قالوا لي ما بنديك الراسه بتاعت اللاب، بدوك لها في اخر السنه. قلت له ليه؟ قال لي يا اخي لانه طريقه الرسم بتاعك جميله جدا، انا داير احتفظ بالراسه دي، عجبتني جدا. فدكتور فتحي كنا في الامتحان، انا في حته معينه كنت خايف انها تجي في الامتحان، الجهاز الشرياني بتاع الضفدع الدموي الشرياني. فبتذكر انه ما كنت مذاكره كويس، و sure enough أول ما خشيت السؤال، أول سؤال وش تحدث عن الجهاز الشرياني للضفدعة، وطبعا بترسمه، فما عندي حاجة أقولها. في حتات معينة أنا في الجهاز الشرياني متذكرة كويس خالص،
لكن في حتات كثيرة ثانية ما متذكرة. فقمت تذكرت كلام قالوا لنا، قال لنا لما يكون عندك عينة وعاوز ترسمها، أرسم الحاجة اللي أنت بتشوفها، بس حاجة ما شفتها ما ترسمها لي من راسك من الذاكرة بتاعتك، لأنه أنا حعرف إنك أنت رسمتها من الذاكرة وحقارنها بالعين اللي عندك أنت، وما حديك الدرجة المطلوبة أو حتى الدرجة اللي أنت استحقيتها من الرسم بتاعك. فعملت شنو؟ فقمت رسمت only الحاجات اللي أنا متذكرة، مش اللي أنا شايفة في العين. وكتبت تعليق تحت: هذه بالطبع ليست كل أجزاء الجهاز الشرياني في الضفدعة، ولكن الأجزاء التي استطعت رؤيتها في العين. وبتذكر دكتور فتحي أداني الدرجة الكاملة في اللاب، فدي من الطرائف الجميلة اللي مرت علي. نعم؟ بتحايل، قلت لك تحايل لطيف يعني علي. والتحايل بالغانون، بالغانون زي ما بقوله. فدي من الطرائف اللي حصلت لي مع دكتور فتحي ونواصل مع دكتور هشام. كلام جميل يا باشمهندس هشام. طيب نرجع دكتور هشام لكبسولاتك البحثية، حديثنا عنها. والله هي طبعاً الخلاصة اللي بقت كتيب طبعاً الآن، أنا إذا سمحت لي ممكن أشير كتيب بتاعك اللي نشرته قبل أيام. واصل. طبعاً هي الأفكار كثيرة بتجي للزول، جزء منها بتنفذ وجزء حتى ممكن يتنسي الواحد إذا ما كتبه كده. فمهم جداً أن الواحد أي فكرة جيه يدونها في موبايل، في ورقة، في كده، عشان ما يبدأ يعلقها في الثلاجة مثلاً أو كده. لكن الفكرة بتاعت الكبسولات حسيت لأنه يعني أنا بتناقش مع، يعني في الخاص بتناقش مع young scientists كتار جداً بيكون عندهم مشاكل في الإطار العام أو في الإطار الخاص، وحسيت بأنهم هم يعني الناس ممكن تعمل فكرة الكبسولات، يعني فكرة الكبسولات الناس تعمل على أساس أنه تناقش مشاكل بحثية مختلفة الناس ممكن تستفيد منها، موجودة خاصة في مجتمعنا السودان اللي طبعا مجتمع، كلام عن المجتمع العلمي، أنا مجتمع بيعاني من مشاكل كثيرة جدا، ده جزء من وضع البلد العام يعني السياسي والاقتصادي وكل الأوضاع المعروفة للناس. فالبحث السوداني يعني المعركة بتاعته معركة مزدوجة، معركة في التخصص نفسه عشان يحصل على الدرجة العلمية إذا كان ماجستير أو دبلوم أو دكتوراه، ومعركة أنا بسميها معركة عبثية في اللي هو إنه هو بيعارك في 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 الظروف الموجودة في البلد، الظروف المعروفة الحياتية اليومية، إنه هو كيف يلقى إنترنت، كيف يلقى مواصلات، كيف يلقى يعني دعم للبحث بتاعه، technical problems وكده. فكون إنه الإنسان في السودان يعمل ماجستير أو دكتوراه، ده بنعتقد إنه هو دبل إنجاز، يعني it's a great achievement. فجاءت الفكرة من هنا، يعني كبسولات الناس تاخد بعض المعلومات البسيطة من غير تطويل ممل، وتسهر يعني كل يوم يومين ثلاثة يوم يكون في كبسولة تاخد وضع معين باختصار خالص. أنا طبعا عموما في حياتي ما بحب التطويل، يعني حياتي دائما كلها مختصرة، keep it simple and brief، دي القاعدة بتاعتي في الحياة. فعشان كده حتى يعني مثلا حسي ما قاعد اتابع مثلا حاجات الطويله جدا، المسلسلات انا بفضل مثلا الافلام اكثر من المسلسلات، المسلسلات طويله بتاخذ زمن وكده يعني. فاي اي اي فكره بعتقد انها هي ممكن تتنفس او ممكن تتقال في 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 كبسولات من غير تفاصيل. بعد كده بتجي يعني بيجي مجهود الباحث نفسه في انه والله يبحث عن باقي التفاصيل، انت بتديه الخط العريض، وبعد كده ده جزء برضه، ده اكسرسايز بالمناسبه، انه هو يمشي يبحث بدل ما انت يكون عندك سبون فيدنج تديه كل الحاجات، لا هو تمتم يعني تفيل ذا جابس في الباقي. فاعتقد ان ده برضه كان اكسرسايز كويس بالنسبه للباحثين الشباب يعني. فدي الفكره كانت بتاعت الكبسولات، وان شاء الله يعني حاسس برضه في افكار ثانيه جايه شغال عليها، هي ما كبسولات لكن يعني مشاريع ثانيه متصل ان شاء الله في الايامات الجايه. ما تكون حقنا الجايه دي يا دكتور. ممكن يكون طيب يا شباب، الكبسولات البحثيه بتاعت الدكتور نشرها قبل اسبوع تقريبا،
فبي دي اف كتيب 60 صفحه تلقوه في مجموعه الباحثين الشباب المهتمين انه عايزين يطلعوا عليها وكانوا متابعين جزء منها في المنشورات القاعده ينشرها كبسولات بحثيه ومقالات قصيره دكتور هشام يوسف حسن. المهتمين ممكن ينزلوا الكتيب ويطلعوا عليه. طيب نرجع للبشمهندس هشام يوسف حسن، في البايو بتاعك انا ممكن اشير جزء منها انك انت متخصص في الاغذيه واخترت تم اختيارك ضمن 300 شخص على مستوى العالم انكم او عندكم الترخيص بتاع قانون الغذاء الدولي. حدثنا عن قانون الغذاء الدولي والاختيار. طيب قانون الاغذيه الدولي هو اساسا قانون بينظم حركه وتداول الاغذيه ما بين الدول، يعني كل دولة عندها تشريعات معينة وقوانين معينة بتضبط لي قبول ويعني استيراد وتصدير وتداول الأغذية في الدول دي، وفيها معايير كثيرة جدا، يعني معايير التعبئة والتغليف ودباجات الأغذية والمواصفة. الحاجة دي نتجت كناتج طبيعي عن العولمة الجلوبالايزيشن، انه في دول كثيره بتكون عايز انت كمثال مثلا انت عايز تقوم تستورد او تصدر منتجك المعين لبلد معينه، نقول للولايات المتحده او لكندا، في مواصفات معينه لازم انت تتبعها، فعشان تعرف انك هل انت مطابق للمواصفه دي ولا لا لازم تدرس القوانين اللي بتنظم لي حركه تداول الاغذيه في البلد المعين. وغير كده مرات في بتكون في ديسبيوتس بين دول في شحنه بتاعت اغذيه واقفه في الميناء في سفينه ودايرين زول يفصل في القصه دي، فمن هنا نبعت فكره انه تكون في جهة محددة بتدرس لي الطلبة كل القوانين بتاعة الأغذية في العالم كله. يعني هي مش كل دولة بيكون عندها قانون براها، لكن في دول كثيرة بتشترك في قوانين معينة. طيب أنا لما بديت أدرس سلامة الأغذية في ميشيغان ستيت يونيفرسيتي في الولايات المتحدة ما كنت عندي فكرة عن القصة دي، كنت بريفلي عارف انه في حاجه اسمها انترناشونال فود لا، لكن ما كنت عارف الكاباسيتي بتاعته وما كنت عارف معلومات عنها كثير. المعلومه للامانه يعني المعلومه جاتني من عمي، هو برضه في مجال الاغذيه، هو للناس في دوله الامارات باشمهندس بشير حسن يوسف، برضه شغال في سلامه الاغذيه في بلديه دبي، فهو لفت نظري للحته دي. فجامعة ولاية ميشيغان عندهم معهد متخصص في International Food Laws and Regulations، والمعهد ده الوحيد في العالم اللي هو بيطلع ناس certified، يعني هي كورسات زيادة بتاخدها في سلامة الأغذية. قالوا لي يا أخي يعني هل أنت عاوز تاخد الكورسات دي زيادة كريدت زيادة، لكن بيدوك certification معها. قلت لهم جدا الستودنت ادفايزر بتاعتي قالت لي اخذ الكورسات دي، فاخذتها وبديت اتعمق فيها وحبيتها جدا، وفعلا اخذت اكسترا كريديتس عشان اخذ السيرتيفيكيشن دي. فقمت سالتهم قلت لهم يعني شفت الستاتستكس بتاعتهم يعني، فقالوا لي بالمناسبه انت ما في زول سوداني قبل كده جاء يعني عمل البرنامج بتاع الـ International Food Laws and Regulations. فعرفت إنه أنا أول شخص سوداني ياخد البرنامج ده، وهو طبعاً هي المعهد الوحيد في العالم اللي بياخد بديك سيرتيفيكيشن في القصة دي. وفي نفس الوقت المعهد ذاته يعني relatively هو جديد، فلما أنا أخذت السيرتيفيكيشن بتاعتي دي كان في تقريباً a little bit more than 300 people في العالم أخذ certification. فدي القصة بتاعت international food laws and regulations.
انا بس عشان اعملها يعني مور انتراكتيف وكده لو سمحت لي يا باشمهندس وفي، انا عندي برضه سؤال لهشام، انه شنو الفرق بين الاغذيه والتغذيه؟ لانه طبعا ده سؤال الناس شويه بتخبط فيه، اللي هو الفود ساينس والنيوتريشن، فهل في علاقه بينهم ان هم حاجه واحده ولا ايه رايك؟ والله طبعا سؤال انا بتساله كل يوم، والغريب انه حتى نحن السؤال ده انا لانه انا أيوة. يسالوني انه والله يا انا عايز انحف، انا عايز ما عارف انقص وزني، انا عايز ازيد وزني، فدايما برد عليهم بقول لهم انتوا حسيتوا عاملين خطئين، ارتكبتوا خطئين، الخطا الاول انكم انتوا جيتوا للشخص الخطا اوكي، والشيء الثاني انكم انتوا بتتكلم عن حاجه ما التخصص بتاع هشام يوسف انتوا قاصدينه. والله ريحتني بتريحني جدا في الحته دي. انا برضو طبعا برضو من الطرائف اللي بتحصل انه بيجوني برضو ناس بيقولوا لي انه يا دكتور هنا بيخشوا عليه على اساس انه هشام يوسف حسن العالم بتاع الجينيتكس يعني، وبرضو بيسالوني. وبالمناسبه في واحد من الطلبه بتاع انك عايز خطاب بتاع تزكيه، خش عليه قبل كم يوم قال لي يا دكتور عايز انا قدمت لمنحه وعايز ريكومنديشن ليتر. قلت له والله يعني بالمناسبه احنا ممكن نتبادل، قلت له يا اخي احنا ممكن نتبادل الشهادات. طبعا انا بيكون مكسبي اكثر لما اتبادل اخذ شهادات وهو يعني ما شاء الله دكتور هشام. فطيب نرجع للسؤال، انا الطريف في الموضوع انه حتى زوجتي لما اتعرفنا يعني قبل الزواج، فمن المواضيع الوقت ده طبعا المواضيع بتكون عامه عرفتها، فالمواضيع اللي هي ما المواضيع بتاعت الجو جميل وبتاع، المواضيع انه انت بتدرس شنو او درست شنو. فلما قلت لها الكلام ده قالت لي يا اخي انت، انا اول مره اعرف انه في حاجه زي دي، انه اول مره اعرف انه في حاجه اسمها فود ساينس. انا حتى سبحان الله حتى الخواجات الامريكان بيسالوني انت درست شنو، بقول لهم انا قريت فود ساينس. اوه سو يو ار ا شيف يعني انت شيف؟ لا 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 انا ما شيف. فالقصه دي يا جماعه ما الناس ما تتحسس السودانيين، لانه دي حاجه عامه، في ناس كتار ما عارفين انه في مجال اسمه فود ساينس. طيب باختصار انا ممكن اعرفها بتعريف علمي بحت كده ممل، ممكن تعريف بسيط جدا. الناس اللي بيدرسوا التغذيه ديل اللي ممكن يوروك الغذاء استعماله شنو، انت كيف تستعمل الغذاء ده لبينفيت بتاعك في جسمك، انه تستعمل يا نوع من الغذاء عشان يعمل شنو، اللي هي الفوائد بتاعت اليوتيلايزيشن بتاع الغذاء لنشاطك اليومي ولبناء الجسم، وبعد ذاك هو التنحيف والتسمين والكلام ده. الوظيفه بتاعتنا احنا كناس بتاع فود ساينس اللي هي اغذيه، فود ساينس مش نيوتريشن اللي هي تغذيه، اللي هي انه ننتج لك غذاء سليم خالي من الامراض ما يضرك. يعني مرحلتنا احنا بتبدا قبل ناس التغذيه، انه الغذاء ده بصرف النظر انه فيه فيتامينات فيه بروتينات فيه شنو، انه ذاته لو اكلته حيقتلك ولا ما حيقتلك. طيب دي حاجة يعني سلامة الغذاء من كل الملوثات. الحاجة الثانية برضو بقول للخواجات دايما، عشان مرات برضو بزول بقول لي والله برضو أنا ما فاهم أنت ما زيهم، بقول له عين للنيوتريشنال للليبل بتاع أي منتج أنت بتشوف تلقى فيه نيوتريشنال فاكتس وبتاع، قلت له وظيفتي أنا إنه أنا أكتب لك الدباجة بتاعت الغذاء، إنه أنا عايز أتأكد إنه الغذاء ده اللي انت بتاخده ده مطابق للمواصفات بتاعت الدولة اللي هو صنع فيها او مصدر لها، وبطابق الاتفاق الضمني ما بينك انت كمستهلك وبين المنتج، انه انا والله بقدم لك منتج بمواصفات معينة بشلف لايف معين بمستوى سلامة وامان معين مقابل المبلغ بتاع المال. فده شغلنا نحن to make sure إنه الفود سيف. ناس النيوتريشن يوروك أنت بتستفيد من الغذاء ده في شنو بكل بساطة.
طيب بالمناسبة أنا فهمت كده، لكن ما عندك وصفة لتراكمات البطن أو للتنحيف؟ والله والله انا عندي صراحه، لو في ناس كتار متابعيننا، لو في ناس كتار متابعيننا، انا في حاجات كثيره بستعملها مع انه ده ما شغلي، لكن برضه بتحبش يعني الحاجات، انت قريب يعني حاجه قريب منها برضه. لا من الحاجات اللي انا اي ريكومند وبحاول انه اعملها، اول حاجه مشروبات الغازيه نو بالذات للبطن دي. طبعا من الحاجات العجيبه في الفات، تراكمات الفات في الجسم، انا هتغول على المجال بتاع التغذيه، لكن برضو في الحاجه اللي انا بعرفها، انا من الحاجات اللي يمكن الناس بيعرفوها عني انه لما نخش لي زول بيسالني سؤال ما بحب الشوبر يعني، ودي من الحاجات المهمه جدا للناس، وبتديك احترام لنفسك انت انك انت زول امين علميا، وبتخلي الناس يحترموك ويقدروك برضو علميا، انك انت خليك امين مع نفسك. لو المعلومه انت ما عارفها يعني قول انك انت ما عارفها. من الحاجات المؤلمه جدا في السودان، ممكن الدول العربيه كثير جدا، انه الزول ما ممكن يجاوب لك ويقول لك لا انا ما عارف. أكيد. فنرجع لموضوعنا، من الحاجات طبعا اللي انا بس معلش السؤال بتاعي كان وضع جوك يعني، لانه طبعا الناس بتستمر تسالك في نفس الموضوع بتاع التغذيه، انه بعد ما انت شرحت كل ايوه الشيء التغذيه لا هيساعدك لا انت لا، عشان لكن انا عندي له اجابه، لو هو فعلا فعلا هاجس لكل الناس من ضمنه، وانا نعم نعم ما في مشروبات غازيه، ما في الرغيف ما قدرت اوقفه، لكن تحاول تقلل من الرغيف وتخليه يعني ويت، يعني ويت اللي هي الويت اللي هو ما اعرف والله الدقيق اللي بيكون فيه الرده بتاعته. طيب والسكر الريفاين شوجر، وقف السكر والاكسرسايز، ده ما شرط انه تمشي الجيم وكده يعني. انا بقيت بتمشى في ايام الكوفيد 19 ده، بقيت بتمشى تقريبا 3 كيلومتر في اليوم، وبشرب بدون سكر، وفي حاجات معينه بتستعمل عشان تحرق الدهون، من ضمنها الشاي بتاع، تغلي مويه عاديه تعمل فيها ليمون وملعقه بتاعت عسل. لو قدرت تشرب المشروب ده يوميا في اليوم مرتين ثلاثه قبل الاكل ب3 ساعات، بالاضافه للحاجات اللي انا قلتها لك دي وصفه جميله جدا للفاتس بتاعت بالذات بتاعت البطن، مع انه ده ما مجالي، لكن دي معلومه انا متاكد منها يعني. ممتاز كلام جميل والله، انا مستمتع جدا، اخليكم انتوا تتونسوا زملائكم. طيب نرجع للدكتور هشام. دكتور هشام، انت تقريبا قبل فتره انا اللي قلت لك صفحه جديده سميتها اتش 3. انا في البدايه قايلها اتش 3 يعني مركب كيميائي ولا حاجه، لكن طلعت انها هي تقريبا اختصار للانيشيالز بتاعتك انت ودكتور هيبه ودكتور هيبه، صح؟ نعم حقيقة. أيوة اتش 3 جينيتكس. أيوة اتش 3 جينيتكس كده، ورينا عن الفكرة شنو هي صفحة نحن عملناها في شهر 7 الفات، في بداية شهر 7 الفات، مع الأخوات والزميلات هبة عمر. هبة عمر برضه متخصص في جينيتكس، هيومن جينيتكس، ودرست في بريطانيا وحاليا موجودة في أبو ظبي، شغالة في أبو ظبي هناك. ودكتورة هبة بابكر كانت في السودان في مجال المباحث الجنائيه، وبعد كده اتجهت، عندها طبعا شغف برضو في حاجه اسمها ايفوليوشنري جينيتكس اللي هي الوراثه التطوريه، دراسه الجينات من ناحيه تطوريه في المجموعات المختلفه، في المجموعات البشريه المختلفه. عملت الدكتوراه بتاعتها في اوبسالا يونيفرسيتي، وحاليا في البوستوك في المانيا. فنحن بنعرف بعض من فتره طويله، اشتغلنا مع بعض بحوث ونشرنا دراسات واوراق علميه مع بعض وكده. فجاءت الفكره في انه والله يا اخي نحن نعمل حاجه، نعمل جروب او انيشيتيف في انه نحن يعني نروج للمجال نفسه بتاع الدراسه، اذا كان في السودان او خارج السودان، لانه في نقص في المجال ده، في التعريف بالمجال ده بالنسبه للناس العامه وبالنسبه للمتخصصين او غير المتخصصين.
بدت الفكرة في إن إحنا نجمع بعض الأفكار عشان نطبقها، وحاليا إحنا في طور التيك أوف، يعني إحنا أنشأنا الصفحة وحطينا فيها بعض المواد المختلفة، وبدينا نتواصل عشان نعمل برضو مواد تانية باسم الصفحة نفسها ترويجية أو علمية، ويتم نشرها عن طريق الواتساب. تكون هي عبارة عن فيديوهات قصيرة ما بتتجاوز 4 أو 5 دقائق من مختلف التخصصات في المجال، ويتم نحن طبعا برضو مركزين على الفكره بتاعت انه والله يا اخي الناس تتعرف شويه في اهميه الجينيتكس في البحوث العلميه وفي المجال الطبي امراض بالذات. لانه في شويه جاب حتى على المستوى الطبي، يعني في المجال الطبي الناس يعني الدكاتره الاطباء وكذا شويه بعيدين من المجال بتاع الامراض الوراثيه، حتى الميكانيزم هاي بيتم كيف والاسباب المانجمنت بتاع الامراض الوراثيه شويه في نقص. انا اعتقد دي حاجه عالميه يعني مش في السودان بس، في فوبيا من يعني في المجال الطبي في فوبيا من الجينيتكس، بيعتبروها انها هي حاجه كده غريبه جايه من السماء والتعامل معها لازم يكون بحرص وكده، which is not طبعا. يعني جينيتكس everything، اي مرض في العالم بلا استثناء عنده خلفيه وراثيه، هذا جينيتك باك جراوند ديفينتلي. اي مرض يجي في راسك كده وفي النهايه لان نحن نتائج بتاع تعبير جيني، الجسد بتاعنا ذاته الجسم بتاعنا هو عباره عن تعبير جيني، وبالتالي المنشا هو الجينات، وبالتالي اذا ما فهمنا ان احنا عامل الجينات ما احنا نقدر نتعامل مع الفينوتايب، الفينوتايب ده ممكن يكون المرض، ممكن يكون الشكل، ممكن يكون وات ايفر يعني. ف ف ف ف الجينيتكس ديفنتلي ما في يعني ما في نقاش فينا، هي واحده من اهم التخصصات على المستوى الطبي او في مجال البحوث. وان شاء الله يعني لقدام احس ان احنا امس كان عندنا اجتماع ان احنا والله يا اخي تواصلنا مع بعض المهتمين بالمجال برضه في من دول عربيه ثانيه على اساس انه نعمل تيم اكبر ونبدا الشغل بشكل اكبر يعني ان شاء الله. فدي الفكره، يعني الفكره بتاعت المبادره هي الترويج لعلوم الجينات او الوراثه البشريه في مختلف التخصصات واسعه جدا طبعا. اوكي، نعرف الناس شنو يعني هي الوراثه البشريه وشو ممكن يتعامل بها. دي الفكره باختصار. كلام جميل وبالتوفيق ان شاء الله. معلش انا اول جمب. ايوه في سؤال. اول جمب ان عندي سؤال. طيب انا طبعا برضو لازم اسال كاونتر كويشن. من الاساليب اللي بتستعمل الان في الكشف عن غش الاغذيه وتحديد الصفات الوراثيه للاغذيه، اللي هي انه نحدد نكشف عن غش الاغذيه عن طريق البصمه الوراثيه لكل منتج غذائي، الخصائص الوراثيه بتاعته. والحاجه الثانيه من الحاجات اللي عندها في ترابط ما بين علم الوراثه وعلوم الاغذيه الجي ام او جينيتيكلي موديفايد اورجانيزمز. لو ممكن دكتور هشام يتكلم لنا عن الحتتين ديل، الكشف استعمال علم الوراثه في الكشف عن غش الاغذيه وتطوير السلالات طبعا وكذا، وبرضه يتطرق لنا لقصه الجي ام او. شكرا. اوكي، طبعا الجي ام او طبعا حس هي منتشره في العالم بشكل كبير جدا، ان احنا ننتج مواد يا اما حيوانيه او نباتيه بكميات ضخمه او بمواصفات معينه، لانه الموارد شحيحه في العالم، وبالتالي احنا محتاجين يعني بمدخلات بسيطه عايزين ننتج حاجه ضخمه. مثلا نقوم نحور في الجينات بتاعت العقار، فبدل ما كانت بتنتج لنا مثلا كانت تقول 500 كيلو تنتج لنا 700 كيلو لحوم، او تنتج بدل ما كانت بتنتج مثلا 50 رطل لبن لا تنتج لنا 70 رطل، وهكذا يعني نزيد في المنتج بتاع الحيوان او بتاع النبات. ده بيتم بواسطه الهندسه الوراثيه، ان احنا نحور في التعبير الجيني في في في, في الحيوان او النبات بحيث انه يكون عنده مقدره لانتاج اعلى، وبالتالي احنا ممكن ننتج طماطم معدل وراثيا، ننتج بقره معدل وراثيا، ممكن ننتج خروف معدل وراثيا وهكذا. بالتالي لكن حاسس طبعا مينلي موجوده في النباتات بشكل اكبر.
يعني أعتقد أن جامعة الجزيرة عندها بحوث ممتازة جدا في المجال ده، خاصة في مجال الموز. أنتجت موز معدل وراثيا على حسب ما أذكر، الإنتاج بتاعه أكبر ومواصفات مختلفة وهكذا، فالعالم متجه. لكن طبعا في ethical issues كثيرة جدا، إنه هل من حقك إنك أنت تنتج هذا النوع من المنتجات الحيوانية والنباتية؟ وهل له ضرر على المدى القريب أو البعيد على صحة الإنسان؟ طبعا دي كلها أسئلة يعني نحن ما نملك إجابات آنية عنها، ومحتاجين طبعا بحوث في المجال ده. الشيء الثاني إنه إذا إحنا فتحنا الباب ده وبدت مثلا مؤسسات تتعامل مع الموضوع أو تستخدمه في مجالات لا أخلاقية أيضا، أوكي، فدي برضو يعني ممكن تطبقه على البشر، بما إنه التقنية موجودة ممكن تطبقه على البشر، بالتالي يعني فتح المجال نفسه، فتح الباب نفسه بيخلق أسئلة كبيرة جدا، واحتمال ما نلقى إجابات في المدى القريب يعني. لكن عموما هو مستخدم في العالم والناس يعني، خاصة حتى في مجال الأغذية بالذات، في كمية كبيرة جدا من المنتجات حتى بيكون مكتوب فيها في الليبل بتاعها إنها هي جي ام او، إنها هي أغذية أو نباتات معدلة وراثية وليست طبيعية. بالتالي حسنا لما تخش السوبر ماركت الكبيرة في المدن الكبيرة بتلقين والله يا أخي في المواد الطبيعية العضوية، المنتجات العضوية يكون عندها سكشن برا، والمواد المعدلة الوراثية يكون عندها سكشن برا، وإنت تختار إنت عايز تشتري أي نوع منهم وهكذا. لكن طبعا التقنية عموما ما يعني ما دخلت السودان بشكل كبير، باعتبار إن إحنا ما محتاجين لها، منتجاتنا أغلبها منتجات طبيعية وإن شاء الله ما نحتاج لها. لكن تظل الأسئلة مطروحة اللي هي عبارة عن هل هي آمنة على صحة الإنسان ولا لا، ولأي درجة هي آمنة، وهل على المدى القريب ممكن تعمل مشاكل ولا صحية وكذا، فدي برضو الناس شغالين عليها بخصوص. كلام جميل، تفضل يا هشام. يوسف حسن، في سؤال في الشات من هنادي، إذا طلعت عليه ممكن تجاوب عليه، بتقول لو الزول حاب يتجه في مجال سلامة الأغذية يبدأ من وين، والكورسات ويأخذها من وين؟ أنا خريجة علوم تكنولوجيا الأغذية، تفضل. طيب سؤال جميل جدا وبتسأله كثير أنا، إنه الناس تبدأ من وين لو أنا داير راغب في مجال سلامة الأغذية. هو مجال سلامة الأغذية بيبدأ عادة على حسب المنهج بتاع الجامعات. منهج الجامعات بتختلف يعني، احنا عندنا مثلا جامعة الزعيم الأزهري مثلا كانت المنهج اللي هو كلية الزراعة، بعد ما انت تتخرج من كلية الزراعة بكالوريوس في كلية الزراعة، بعد ذاك انت بتتخصص في الماستر بتاعك، بتتخصص في سلامة الأغذية، كويس، ده منحة. الماستر في سلامة الأغذية ذاته بيختلف من جامعة للتانية يعني. أنا بقيت صراحة، لأنه أنا طولت جدا من السودان، الآن حسة تميت 20 سنة برا السودان، فالمناهج تغيرت كثير، وما عندي فكرة كبيرة عن الجامعات المتخصصة في سلامة الأغذية، لكن أنا عارف إنه جامعة الخرطوم ممكن تعمل ماستر في سلامة الأغذية، أو جامعة الزعيم الأزهري، كلية الأحفاد الجامعية للبنات، جامعة بحري، والمناهج مختلفة، ما في حاجة ثابتة للمناهج بتاع سلامة الأغذية. فالأغذية تتواصل مع عموما كليات الزراعة، أو عموما كليات الزراعة هي بتوفر البرامج البوست جراديوت في سلامة الأغذية، بس بتختلف يعني، أنا ما أقدر أفتي بالذات في السودان يعني. كلام جميل، أتمنى أن الإجابة دي تكون كافية لك يا هنادي محمد. طيب خلينا نكون معاك لسه هشام يوسف حسن في سلامة الأغذية. مكتوبة برضو في السي في بتاعك أنك متخصص في حاجة اسمها أول انترستين بتاعتك في فود سيفتي كلشر، والكلام ده طوالي بحضرني لمنشوراتك لما في عيد الأضحى بتتكلم عن البطون والشربات والمرارة والكلام ده،
ورينا ان احنا ثقافتنا في السودان في الكلام ده هي فيها سلامه وما فيها سلامه. والحاصل شنو؟ كل مره الجدل اللي بيحصل في عيد الاضحى، الشربات حلال الشربات حرام، مفيد ما مفيد، وبيهضم وما بيهضم، والكلام ده. طيب اذا دارين احنا نفهم ثقافه سلامه الغذاء اللي هو الفود سيفتي كلتشر، لو رجعنا للقرآن وللسنة النبوية المطهرة، يعني ربنا في القرآن بيقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كويس، آيات كثيرة جدا في القرآن بتتكلم لنا عن الـ عن الـ عن العلم وطلب العلم. وأول يعني أول آية في القرآن بدأت بإقرأ، اللي هو طلبت أمر مباشر جدا، إقرأ يعني seek knowledge. ثقافة سلامة الغذاء بكل بساطة هي الاتيتيود. أنا يعني لأنه التعريف بالإنجليزي فلازم أنا أقوله بالإنجليزي بعد ذلك حاول أترجم. الاتيتيود towards food safety، الاتيتيود اللي هو سلوك المنشأة أو سلوك الفرد towards فيما يتعلق بالفود سيفتي أو سلامة الأغذية. يعني مدى معرفة المنشأة أو مدى معرفة الشخص أو المجتمع المعين لسلامة الأغذية. يعني أنت لما تعمل حاجة وأنت مقتنع إنه هي أنت بتعمل ليه what's the philosophy behind الحاجة دي، شنو بتعملها للفكرة، وممكن تخش فيها برضو حس يعني معاني كثيرة جدا. يعني من المعاني كثيرة ان احنا في النهاية الهدف منها انه الوقاية خير من العلاج. لما انت تكون مثقف، انت عارف انت بتعمل شنو، بتعرف الخطأ بتاعك وين، تقدر تحلل الخطأ وتتعامل معاه وتزيل نواتج هذا الخطأ وتتجنب إنه الخطأ ده يحصل لي جدا. في النهاية هي تثقيف للأفراد وللمجتمعات بقوانين سلامة الأغذية وموجهات سلامة الأغذية عشان إحنا نتجنب إنه الديفيشنسيز إنها تحصل في تطبيق موجهات سلامة الأغذية. ما أعرف، أتمنى إنه أنا أكون وصلت المعلومة بصورة بسيطة، ما متأكد، لكن في النهاية هي ثقافة. تمام، كلام جميل، معلومة وصلت، وللمهتمين إنه يعرفوا أكثر عن أكل البطون والمرارة والشربات فايتوا ضرروا، يتابعوا صفحتك، تقريبا عندك صفحة عامة في اسم هشام يوسف حسن بالعربي وبالإنجليزي. أي أنا فعلا أنا نسيت إنه أتطرق عن قصة الشربوت والضحية والبتاع. ف يعني أنا قلت لهم طوالا، أنا بقعد أتكلم بقول لهم يا جماعة إحنا محتاجين إنه نعرف أكثر عن الأضرار بتاعت مخالفة الموجهات بتاعت سلامة الأغذية. وسبحان الله رب ضارة نافعة، لما أنا كنت بتكلم يا جماعة قلت لهم أهم حاجة في قصة الضحية دي إنه الناس نفس السكينة اللي بتضحوا بها هي نفس السكينة اللي بتقطعوا بها السلطة، وده اللي بيقول عليه الكروس كونتامينيشن، ودي من أهم الحاجات اللي ممكن تعمل لي التسممات اللي بتحصل دائما في أوقات الضحية. قلت لهم أنا في عادة واحدة لو قدرت أعود الشعب السوداني عليها، أنا أتخيل لي أو أكثر عادتين كانت، لو قدرت أعود الشعب السوداني على العادتين دي تكون دي إنجاز عظيم جدا بالنسبة لي. العادة الأولى هي اتباع عادة غسل الأيادي باستمرار وبصورة فعالة، دي العادة الأولى. العادة الثانية بتتعلق بالذبائح، إنه لو قدرت بس أقنع الشعب السوداني ده كله، أي شخص بيضبح مش في الضحية بس في أي وقت من الأوقات، أي شخص بيضبح إنه يخط له جنب الحتة اللي بيضبح فيها الخروف دي، يخط له حلة فيها موية وخذ فيها السكاكين بتاعته أو السكين بتاعته اللي بيضبح بها، في أثناء ما بيسلخ بدأت تسلخ بالسكين
محتك السكين في الوقت ده خطيتها في الحلة بتاعت المويه الحارة دي، وتاني لما جيت راجع انت داير تستعمل السكين شلتها تاني، تأكدوا انه لو اتبعت العادة دي ممكن اقلل الاصابات بصورة significant. وسبحان الله انا كان عندي في البيت، عندنا رول هنا في البيت انا والعيال كلهم، انه اول حاجة انت بتعملها لما تيجي خاش البيت من قبل ما تتكلم مع زول، من قبل ما تسلم على اي زول لازم تغسل يدك لازم. ودكتور هشام بيتذكر لو ان احنا لما نتلاقينا اول مره وهي المره الاولى والاخيره، او والله تلاقينا بعد كم مره، لكن المره الاولى تلاقينا فيها تلاقينا في مطعم في الصوره كان رسلت عليكم في الصوره دي، كنا في المول عاوزين ناكل وقبل ما نقعد في الترابيزه عملنا الاوردر، قلت له بس دقيقه بس انا لازم امشي اغسل يدي واجي راجع. فقعد اضحك. ايوه دي الصوره اللي كنا اخذناها في مول صحاره في الشارقه قبل 4 سنين تقريبا. فهشام دكتور هشام قاعد يضحك، قال لي ايش معنى يعني؟ قلت له انا غايته متعود قبل ما اهبش اي حاجه لازم، انا بارانويد شديد لازم اغسل يدي. وبعدين عندي عاده انه بعد ما اغسل يدي المنديل اللي بنشف به ويدي هو بمسك به الباب عشان افتح الباب بتاع لمؤاخذه الحمام وانا طالع، او الحته بتاعت غسيل الايادي، ولو قدرت كمان لز الباب برجلي يكون احسن. فدي دي دي الحاجه اللي انا بقصد بها لما نقول ثقافه سلامه الغذاء، دي التطبيقات بتاعتها. وسبحان الله جاء كوفيد 19 جبر الناس، جبر انهم هم يغسل يدينهم. فعايز اي زول يسأل نفسه من كوفيد 19 ده بدا، ده للناس اللي بغسل يدينهم طوال وبيستعملوا المعقم بتاع الايادي. طبعا هو غسيل الايادي بالمويه والصابون العادي، ما الصابون المطهر ولا اي شيء، احسن بكثير من السانيتايزر بس براه. عايز الناس اللي بتغسل يدينها طوال وتستعمل المعقم تجاوب على نفس السؤال ده، كم مره جاتكم نزله بعد ما بقيتوا متعودين انكم تغسلوا يدينكم وما تصافحوا كثير؟ بتلقى انه القصه دي في انخفاض ملحوظ جدا في نسب الاصابه بالنزله العاديه اللي بتجينا دي. ده باختصار شديد واحد من تطبيقات ثقافه سلامه الغذاء. شكرا جزيلا دكتور هشام، نرجع لك. في السي في بتاعك المشرف جدا يا دكتور هشام انه رساله الماجستير بتاعتك تم ترفيعها للدكتوراه. حدثنا عن اليونيك في الانماط الجيولوجيه، الانماط الوراثيه خصوصا في الواي سندروم كروموسوم زي ما قلت. اوكي طيب، زي ما قلت لك نحن قبل نتم القصه بعد ما مشيت مع حضرموت المستوطنه جامعه الخرطوم، قابلت الدكتور منتصر الطيب ابراهيم وتناقشنا، وطبعا عنده اهتمام بدراسه التنوع الوراثي البشري في السودان مقارنه المجموعات السنيه وراثيا. الكلام ده طبعا قبل الانفصال. فكانت الفكره بتاعت الماجستير انه نحن نقارن ما بين المجموعات الموجوده حاليا في السودان سموها الاكستنت دي ان اي كوبيليت، يعني الموجوده حاليا في السودان، والمجموعات اللي كانت موجوده في فترات سابقه اللي هي امتداد من او بدايه من العصر الحجري نيوليستيك في شمال السودان، وبعد كده الفتره المرويه والبوست وما بعد المرويه، وبعد كده في كرمه برضه طبعا قبل بعد العصر الحجري والمرويه، والفتره بعد المرويه البوست مرويتك، وبعد كده في الفتره المسيحيه، واخيرا الفتره الاسلاميه. فجمعنا العينات من متحف السودان القومي في بقايا انسانيه هيومن ريمينز، وقدرنا نستخلص منه من بعض، طبعا استخلاص الدي ان اي نفسه من البقايا الانسانيه حاجه صعبه جدا، نسبه نجاحه ضئيله خالص. احنا قدرنا يعني نستخلص، ونسبه الكونتامينيشن بالدي ان اي الحديث او بالانسان الشغال في البحث نفسه برضه عاليه، وانت المفروض تتفادى كل المشاكل دي. فنجحنا في انه احنا يعني نتحصل على بعض الدي ان اي من بعض العينات
كانت الفترة المروية وفترة ما بعد المروية وفترة المسيحية. دي كانت بداية البحث. وقارناها كنا أوريدي كان في يعني عينات موجودة عندنا بتاعت مجموعات سنية في السودان موجودة أوريدي. كان جمعناها قبل كده قبل ما نبدأ البحث بتاع الـ Ancient DNA أو الـ DNA القديم. وبدينا نقارن فيهم لقينا very interesting يعني results. وقلنا ليه احنا ما نستمر في الموضوع ده، لان الموضوع بشكله في بدايته ليه ما نستمر ونقدم على اساس انه بدل ما يكون ماجستير يكون دكتوراه. وفعلا تم تقديم الابلكيشن تم التقرير وتقديم الابلكيشن للدراسات العليا لجامعه الخرطوم. وطبعا بيكون في لجنه علميه هي اللي بتقرر انه يتم الترفيع او لا، وتم الترفيع. بعد كده وصلت في نفس المجال بتاعي اللي هو جمعنا عينات زيادة، عملنا أناليسي زيادة، دخلنا موضوع برضو الأمراض زي السيكل سالانيميا إنه الأوريجين بتاعها جاي من وين، وقارناها بعد كده بمجموعات خارج السودان، يعني الشغل توسع أكثر. فأضفنا كمان بالإضافة لكده بالإضافة للمجموعات السودانية أضفنا مجموعات في أثيوبيا زي الأرومو والتيغراي والتيغرينجا الأرومو والتيغراي والأمحرة. وبرضو الأقباط باعتبار أنهم هم بيمثلوا صعيد مصر جماعة عينات، بالإضافة للحوسة والحوسة والفولاني في السودان إحنا بنسميهم الفلاتة جماعة عينات، برضو هم بيمثلوا طبعا منطقة الساحل الأفريقي وغرب أفريقيا. قارنا المجموعات دي كلها مع بعض، وبالإضافة للمقارنة بتاعت المجموعات بتاعت شرق افريقيا وغرب افريقيا دخلنا في داتا بيز العالميه وقارنا المجموعات بتاعتنا كمان على مستوى العالم، يعني نحن وضعنا وين من العالم. ولقينا انه السودان بيساهم بشكل كبير جدا في الشجره الوراثيه بالنسبه للعالم، نحن نقع قريب من الجذور بتاعت الشجره، وده انديكيتر في انه والله يا اخي منطقة شرق أفريقيا هي منطقة مقترحة لأصل البشرية نفسه. فده باختصار يعني الشيء اللي عملناه، وليه نحن تم يعني طلبنا ترفيع البحث من ماجستير إلى دكتوراه. دي الفكرة باختصار يعني. ما شاء الله، شيء جميل جدا. عايز أضيف إنه ما عايز أخش في تفاصيل النتائج تحت الدراسة بشكل تفصيل باعتبار انه دي ونسه، لكن اتمنى ان شاء الله نعمل حلقه منفصله عن التنوع الوراثي البشري في السودان، تكون حلقه منفصله يعني ان شاء الله يا دكتور. نرجع لاستشاري سلامه الاغذيه باشمهندس هشام. في سؤال من في مجموعه الفيسبوك الناس المتابعين معنا، سؤال من سحر عبدين بتسال عن بديل للقمح في صناعه الخبز لو جلايكيميك اندكس ولا ايدكس، ممكن استخدام دقيق الدخن وليه طعمه بيمرق؟ هل بسبب الفطريات بيمرق قصدي يعني بيبقى مر تقريبا، وهل هي مضره؟ طبعا برضو يعني بالنسبه لي انا هتكلم من خصائص تصنيعيه. طيب البدائل لدقيق القمح بتكون فيها لو جلايسيميك اندكس، هي طبعا المشكله في الدقيق بتاع الذره بتاعنا انه ما في جلوتين. الجلوتين مهم لانه هو البروتين بتاع الجلوتين ده بتاع القمح ده فيه خاصيه جميله جدا انه بدي مطاطيه للعجينه. العجين بتاعنا ما بكون فلافي، ما بكون مطاطي. العجين دائما بيكون مطاطي. كيف لما نيجي نخبزه في حجر بتاعت هواء تتملي بغاز ثاني اكسيد الكربون اللي هي بيكون ناتج عن تحلل الكربوهيدرات الموجوده في الدقيق بواسطه إما تكون بطريقة كيميائية اللي هي باستخدام الخميرة الخباز، مش خميرة الخباز، باستخدام البيكنج صودا والبيكنج باودر والحاجات زي دي، أو بصورة إحيائية مايكروبيولوجية باستخدام خميرة الخباز اللي هي السايكروميسيس سيرفيسيا
بتقوم بتحلل لي الدقيق وبينتج ثاني اكسيد الكربون. لو بتهبش الرغيف بتلقاه مطاطي، بتلقى من جوا فيه دوائر، دوائر دي اللي هي الحجرات اللي انا بقصدها. لو ما عندك البروتين بتاع القمح اللي هو الجلوتين ده ما بينجح لك، ما بتنجح لك القصه دي. ممكن تعمل كسر عادي لكن منتج فلافي يكون سميك يكون فيه اسفنجيه ما ممكن. في تجارب كثيره جدا تمت عن طريق خلط الدقيق بتاعنا بتاع سواء كان دخون ولا ذره وكده بالقمح عشان نعززه عشان نديه جلوتين زياده. فممكن ممكن ممكن تطلع على النتائج دي، لكن يعني المحاولات صعبة شديد. يعني لازم لازم في النهاية لازم أخذ جلوتين لو أنا داير طبعا منتج. الناس عندهم مشاكل بتاعت أساسية من الجلوتين مش كده مش عشان تلاقي إنه في منتجات بتكون هي جلوتين فري، يعني ما فيها جلوتين، وبالتالي هم في منتجات جلوتين فري. لكن ده احنا بنتكلم عن المنتج اللي هو المنتج بتاعنا لو كان رغيف صعب شويه. لو كان احنا المنتج بتاعنا مثلا حاجه زي الكسره، في منتجات كثيره جدا، يعني في حاجات كثيره جدا مثلا الرز الدخن. وهسه في منتج جميل جدا طلع عندنا هنا للناس اللي عندهم حساسيه من الجلوتين، منتج الكولي فلاور اللي هو الزهره، ما زي القرنبيط، هو الابيض فيهم اللي هو الكولي فلاور، ما اعرف بيقولوا عليه الزهره تقريبا. ده بيتنشف وبيتعمل دقيق وممكن يتعمل منه عجينه، بيستعملوها عندنا هسه هنا للبيتزا، بيقول لك كولي فلاور كراست. فدي اساسا ما دقيق كله سو ما فيها كربوهيدرات نهائي للناس اللي عندهم حساسيه من الجلوتين وللناس اللي دارين يضعفوا مثلا. فدي ما فيها جلوتين نهائي، ما فيها دقيق اساسا، ما فيها ستارش، يعني فيها عناصر غذائيه، فيها فيتامينز كثيره جدا. لكن التجارب ماشيه لانه للاسف الشديد نسبه الحساسيه من الحساسيات المختلفة من ضمنها الجلوتين ماشية في زيادة. ففي في في حاجات كثيرة أنا ممكن أنزل في الصفحة بتاعتي حاجات زيادة عن الموضوع إن شاء الله. كلام جميل. نرجع لدكتور هشام. دكتور هشام أنت برضو عضو مؤسس، ده غير الأبحاث اللي نشرتها بالشراكة مع مهتمين في دول زي ألمانيا، يوكي، هولندا، اليابان، واهتماماتك البحثيه زي ما ذكرت في الجينيتك دايفرسيتي ايست افريكا، ايست افريكان بوبوليشن. انت برضو عضو مؤسس في جلوبال يانج اكاديمي وسودانيس اكاديمي اوف يانج ساينتست. حدثنا عن الاكاديميتين دي. اوكي، طيب الاكاديميه العالميه للشباب هي تاسست في 2009. الفكره جات كانت في منطقه تيانجين، في انا كان دعونا للمؤتمر الاقتصادي العالمي في الصين في 2009. هو شراكه كان ما بين العلماء ورجال الاعمال انهم هم يحاولوا يعملوا شراكه على مستوى البحوث العلميه، بحيث انه يتم دعم البحوث العلميه من رجال الاعمال، لكن في نفس الوقت البحوث العلميه يكون عندها امباكت على البيزنس. دي كانت الفكره الاساسيه بتاعت المؤتمر في السنة دي. دعونا نحن 100 young scientist، باحث شاب من مختلف العالم. أنا دعوني باعتبار أنه أنا كنت السكرتير العام بالنسبة للأكاديمية السودانية لعلماء الشباب. وعلى فكرة هي الأكاديمية السودانية لعلماء الشباب تأسست في 2007، هي الأولى على مستوى كل الدول النامية والثالثة على مستوى العالم بعد الأكاديمية الهولندية للشباب والأكاديمية الألمانية للشباب. نحن ثالث أكاديمية في العالم للشباب، ولأنه كان عندنا موقع وعندنا جريدة كل بتصدر كل شهر اللي هم سميها سيز نيوزليتر، وأنا كنت السكرتير العام بتاع الأكاديمية. فتم دعوتي للمؤتمر ده. في المؤتمر تم اقتراحين يكون في جلوبال يانج أكاديمي، إنشاء
أكاديمية عالمية للشباب في العالم. فالمية شخص دعوهم اليانج ساينتيست دي هم أركان النواة كأركان الفاوندرز بالنسبة لي الجي الجي واي اي. حاليا الجي تضم عدد ضخم جدا من ال طبعا الشروط بتاعتها انك تكون باحث, انك تكون اقل من 40 سنه او ماكسيمم 40 سنه, انك تكون عندك بي اتش دي, عندك بحوث منشوره في مجلات علميه محكمه, وعندك امباكت يعني انت ممارس للبحث العلمي حاليا. دي كانت الشروط اللي وضعناها في الفتره دي. بدينا ب 100 شخص وحاليا في عدد ضخم جدا طبعا حسب مقر موجود في المانيا بتاع الاكاديميه, والعضويه بتتفتح كل سنه في فتره محدده عشان الناس يعني تقدم وكده تبقى اعضاء. وطبعا عندها يعني فوائد كثيره جدا. اول حاجه بتعمل لك الشغل بتاع نتوركينج, انك انت تكون عندك كميه من العلاقات على المستوى العالم في مختلف التخصصات, وبالتالي الاكسس بيكون اسهل بالنسبه لك. اذا احتجت ريكومنديشن, اذا احتجت اي مثلا مساعده في التكنيكال لوجيستيك اسيستنس وكده, فهم بيكونوا حريصين انهم هم يقدموا مساعده على وجهها الاكمل. فانا شخصيا على المستوى الشخصي استفدت كثير جدا في الموضوع ده. للاسف طبعا حاولنا كثير انا وزميلتي الدكتوره هبه صلاح الدين موجوده كانت في معهد رمضان المستوطن وحاليا في السعوديه, نحن الوحيدين الاعضاء من السودان يعني احنا الكوفاوندرز الوحيدين. ومن للاسف من 2009 لغايه الان ما في سوداني ثاني يعني دخل الاكاديميه, مع انه الموضوع نحن كل سنه كنا بنحاول نقول يا جماعه بنقدم انه الناس تقدم على اساس انه تكون جزء من الاكاديميه العالميه, لان هي اكيد اضافه لاي شخص خاصه بالنسبه للعلماء الشباب. لكن للاسف ما كان في استجابات. يعني نرسل الدعوات, مستعدين انك تكتب ريكومنديشنز للناس وكده, لكن في فوبيا اعتقد من الحياه العالميه, الناس ما كانت انترستد فينا هي تبقى جزء من الاكاديميه. الاكاديميه السودانيه للاسف طبعا حسي هي almost dead, اللي هي السودانيز اكاديمي اوف يانج ساينتست سيز. زي ما قلت انا هي انشات في 2007 وكانت فيري اكتيف, لكن طبعا بطبيعه الظروف حياه الناس وكده كل المؤسسين للاكاديميه دي باستثناء شخص واحد كلهم خارج السودان, وبالتالي كان صعب الناس تتواصل في الشغل, وخاصه ان احنا حاولنا نسجلها كذا مره في مفوضيه العون الانساني في السودان, لكن للاسف طبعا بالمشاكل السياسيه النظام السابق كان حريص انه يستبعد اي شخص ما عنده علاقه بالتنظيم غير منظم يعني, وحاولوا يحتوونا كده على اساس ان هي تكون جزء من السودان اسمه الاتحاد العام للطلاب السودانيين. فنحن قلنا لهم ده ما عنده علاقه بالاتحاد العام للطلاب السودانيين, احنا ما ناس سياسيين ولا عندنا علاقه يعني ده موضوع بيهتم بدعم البحث في السودان. فللاسف تمت محاربه الفكره نفسها لغايه ما ماتت. واتمنى ان يعني الناس تحيات ثاني بعد في النظام الجديد ان شاء الله. والله ان شاء الله نتمنى انها تمشي لقدام. طيب والله الكلام معاكم يا دكتور هشام يا باشمهندس هشام كلام ممتع, وما اتمنى انه ما يقف, لكن لكل بدايه نهايه, وزي ما وعدتونا وعدتنا دكتور هشام انه يكون في لقاء ثاني تتكلم فيه بصوره مستفيضه عن الشغل الوراثي في شمال افريقيا افريكان بوبوليشن بصوره عامه. الشباب اللي معانا في الجلسه اذا في زول عنده سؤال مباشر ممكن يستخدم خاصيه رفع اليد ويفتح له الميكروفون يتفضل. طيب انا تقريبا غطيت جزء كبير من الاسئله اللي وردت من مجموعه الفيسبوك. نرجع ثاني للصوره القديمه او صوره اللقاء الاول بينكم هشام يوسف حسن وهشام يوسف حسن. السؤال موجه لكم الاثنين زي ما قلت تجاوبوه بالتوالي على كيف الطرائف اللي حصلت, انتوا ذكرتوا جزء منها الطرائف انه التضارب او تلاقي الاسماء والواحد يتواصل معك باعتبارك انت الاخر ويصير انك انت الاخر. نعم احكوا لنا الحاصل. والله طبعا اكثر طبعا هي يعني التداخل في الخاص باعتبار انت شخص الاخر. يعني انا بيسالوني في الاغذيه والتغذيه اوكي, وهشام اعتقد بيسالوه في الجينات وفي الامراض الوراثيه وكده.
وبرضو أنا كان في فترة عملت برضو حلقات عن التطور الحيوي في المجموعة، وناس لما تتداخل أحيانا ممكن تهاجم باعتبار إنه هو الموضوع بالنسبة لناس كتار جدا ما بياخدوه بشكل علمي، وبياخدوه بأنه هو ده بيتعارض مع الدين وكده which is not. فأعتقد برضو في بعض الرأي وصل هشام يوسف باعتبار إنه يعني ممكن يتداخلوا معاه في وسطات، وإنه هو يهاجم الفكرة نفسها، مع إنه هو ما عنده دخل بالموضوع خالص. ويعني دي الحياة الغريبة. لكن في الخاص أنا في كمية كبيرة جدا من الرسائل اللي هي يعني جاتني بالخطأ باعتبار إنه أنا هشام يوسف، أنا بسميه طبعا هشام يوسف ابن كندا البارة، فبقول لهم لا ده أنا الشخص الخطأ، أنتوا عايزين هشام يوسف ابن كندا البارة. لكن الانبوكس بتاعي مليان طبعا برسائل خطأ فقد الطريقة يعني هشام. إذا هشام عنده إضافة برضه. والله نفس الشيء طبعا، انا برضو بتجيني رسائل كثيره جدا على اساس انه انا هشام يوسف حسن، ومن اطرف الرسائل انه في شخص رسل لي وقال لي يا اخي انت ليه ما بترد على الرسائل بتاعتي، انا برسل لك طوالي ما بترد على الرسائل بتاعتي. قلت له والله يا اخي انا ما معلش انا الرساله لما تكون مهمة أنا صراحة ما بمسحها، وبعدين بيجيك نوتيفيكيشن من فيسبوك إنه في زور رسل لك رسالة. قلت والله يا أخي أنا ما حصل، لا 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 ما أنا برسل مليون رسالة وبتاع وما رديت عليه. يا أخي دقيقة، أنت قصدك أساسا منو؟ هشام يوسف حسن ياتو؟ ما لي أنت ذاتك هشام يوسف حسن بتاع علم الوراثة؟ قلت له لا 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 ده ما أنا. ولكن طوالي طبعا عشان ما ياخذ او تاخذ فكره غلط عن دكتور هشام، قلت له والله يا اخي طوالي انا بقول لهم والله دكتور هشام صديق، زو صديق عزيز، وانا عارف انه ما حيكون القصد انه هو يتجاهل الرساله، لكن بيجيه رسائل كثيره جدا على حسب علمه، وانا ذاتي لان بعرفه ومتواصلين مع بعض طوالي بديه العذر دائما يعني. فالمهم المعذر يعني، فانت رد على الرسائل يا اخي عشان ما تعمل لي. انا عندي مشكله جدا، عندي فوبيا من الماسنجر، من الرسائل الطويله، من المكالمات الطويله. فعموما يعني الماسنجر ده حذفته كذا مره، وثاني اضطريت انه ارجع لانه بقى ادمان طبعا، يعني جزء من حياتنا هو السوشيال ميديا، اذا كان ماسنجر ولا واتساب ولا فيسبوك ولا كده. لكن للاسف التفاعل، يعني انك انت ترد على كل الرسائل، طبعا رسائل كثير بشكل خرافي، يعني لو خصصت مثلا ساعه كامله في اليوم عشان ترد على الاسئله وترد على الاستفسارات وترد على في ناس ممكن يعني يرسل لك رساله يكتب لك صباح الخير، تقول له صباح النور، يقول لك كيف اخبارك، تقول له تمام، يقول لك عام شنو، وهكذا يعني. تبقى الموضوع بيبقى يعني اندلس ستوري. فدي واحده من المشاكل، انه والله يا اخي الناس تعذبنا اذا ما في يعني ما ردينا على الرسائل بقدر الامكان. طبعا احنا زي ما انت قلت بنحاول نرد على الرسائل المهمه اللي يكون فيها محتوى، يعني اوكي الناس ممكن بعد كده تتبادل ارقام التليفون على اساس انها هي ممكن تتناقش اكثر وكده. لكن في الغالب احنا يعني انا شخصيا بتفاعل مع اغلب الرسائل بقدر الامكان، لكن الناس تعذرنا يعني زي ما نحن بنعذر الناس الثانيين انهم هم برضه عندهم وقتهم الخاص وعندهم يعني ظروفهم الخاصه وكذا. بس شكرا جزيلا يا دكتور هشام، باشمهندس هشام، والله يا اخي اتحفتونا بالونس الجميله والسمحه جدا والنصائح. قبل ما نختم بس الشباب شكله ما في زول عنده سؤال معانا هنا، فنصائح للناس اللي دارين يمشي في المجالين بتاع المجال، يعني سلامة الأغذية أو في الوراثة أو في الجينات. طيب أنا أخلي هشام يبدأ أول عن الموضوع بتاع سلامة الأغذية، وبعد كده إن شاء الله أنا بتكلم في موضوع الوراثة. طيب يعني نصيحة بسيطة للناس المهتمين بالعلم علوم عموما، الناس كويس، الناس تصبر وتثابر، وانا ما داير اقول ما يكونوا اتكاليين، لانه كلمه اتكاليين يمكن تكون شويه يعني قاسيه، لكن
دائما الناس تصبر وتثابر ويكون عندهم بلان لقدام. يعني انا واحد من الناس قبل من الطرائف انه قبل خشيت في الجروب الشات اللي نعمل مخصوص للجلسه دي، قلت لهم يا جماعه الرابط بتاع الزوم ما وصلني. دكتور هشام قال لي يا اخي بيصلك يا اخي كيف؟ قلت له والله انا دعوت انه انا اكون عندي بلان طوالي، always يكون عندي بلان A وبلان B وبلان C. فدائما بحس انه لازم تكون كل المقومات بتاعتي موجوده عندي. فالبلاننج من اهم مقومات نجاح الحياه الاكاديميه والعلميه. دائما انا لما بديت اتعلم الكمبيوتر مثلا، كان في اثنين من الاوامر عجبوني جدا في الكمبيوتر، وحسيت انه انا مرتبط بهم شديد جدا بدون ما اشعر. زمان للناس اللي درسوا الدوز ديسك اوبريتنج سيستم، في امرين بتشتغل بهم طوالي اسمهم اف اند ذن. اف اند ذن، لو الحاجه دي حصلت ذن اعمل كده. لو اي واحد في مسيرته العلميه يعني استدرك اهميه الامرين الاثنين ديل، اف اند ذن ديل، حيكون يعني في البوزيتيف تراك ان شاء الله. دائما تكون عندك بلان لاي خطوه تخطوها في اي حاجه في حياتك، مش في الحاجات العلميه وبس. خلي عندك بلان دائما. ممكن البلان الاولى تنجح، ممكن تفشل، تمشي للبلان الثاني بعد، لكن لازم يكون عندك بلان واضحه لاي حاجه ده تعملها. شكرا جزيلا. أنا برضو نفس المسار بتاع هشام، إنه نفس إذا عايز تعمل أي حاجة في حياتك لازم تعرف أول حاجة أنت عايز شنو بالضبط، هل هو ده شغفك ولا لا. يعني لازم يكون عندك شغف في الحياة، تأكد إنه ده شغفك، مش لأنك أنت تايه أو كده، لا أنت تعمل حاجة لأنك أنت عندك فراغ، لا لازم يكون حاجة بتحبها. زي ما بيقولوا الخواجات، if you have to do something you have to love it، الحاجة اللي بتعملها لازم تحبها. تشوف أسأل نفسك أنت بالضبط عايز شنو في الحياة. إذا حسيت بأنك أنت والله يا أخي في تخصص معين، مثلا عايز تتخصص في الوراثة البشرية مثلا human genetics، لازم تقرأ عن المجال وتعرف إنه والله يا أخي فعلا المجال ده هو المجال الاتحاد به وعايز تمشي فيه لقدام. لازم تبني نفسك. بالمناسبة يعني بدل ما تضيع نفسك أو تضيع وقتك في السوشيال ميديا، في إنك تشوف الفيديوهات وفي الفيسبوك وفي كده، أنا دائما بقول إنه اليوتيوب أعظم معلم في العالم، أعظم معلم في العالم هو اليوتيوب. في أي حاجة ممكن عايز تتعلمها، من طريقة عمل النعمية لغاية تركيب الصاروخ، دي كلها موجودة، لكن بس داير إنك أنت كيف تقعد يعني تاخذ من زمنك على اساس انك تتعلم التكنيكس والمعلومات اللي انت عايزها. فيه wonderful lectures وlessons courses كل الحاجات اللي انت عايزها، بس محتاج انك انت كيف تو اكسسهم. بعد كده لا طبعا زي ما انا قلت قبل انه في مشاكل كثيره، يعني على مستوى السودان اذا كنت داخل السودان حتواجهك مشاكل اجتماعيه اقتصاديه علميه وهكذا، لكن ما تستسلم ليها. لازم تشيك طريقك وسط الغبار على اساس انك تتصل في النهايه ان شاء الله تتصل. ما تخجل في انك تطلب المساعده، لكن تطلب المساعده بطريقه شيك. يعني انا لاحظت دائما انه الناس لما تيجي تطلب المساعده ما تكون عندها، يعني طلب المساعده نفسه عنده طريقه محدده، لازم تطلبها بطريقه بروفيشنال. يعني ما ممكن تسال اسئله عايمه، يعني very broad questions حتكون مملة طبعا. ليه؟ لأن دي عشان الشخص يجاوب عليك يحتاج تفاصيل. دائما أنت لما تيجي تطلب مساعدة السؤال بتاعك أو الطلب بتاعك يكون تفصيلي، أنت عايز شنو بالضبط. يعني لاحظت مثلا حاسس في مجموعة الباحثين السودانيين يكون في حد عايز بيعلق مثلا في بوست، يا جماعة أنا عايز لي زول متخصص في الاقتصاد. طيب ها، يعني نحن نجيب لك زول متخصص في الاقتصاد، انت عايز بشنو؟ اسال سؤالك كامل، انا عايز الحاجه الفلانيه، انا عايز اسال من الحاجه كده. يعني لازم يكون تفصيلي، لكن ما ممكن تقول لي والله يا اخي انا عايز زول اشتغل قبل كده
في التقنية الفلانية، أو إنه والله يا أخي زول بتاع هندسة ميكانيكية. طيب ما هصور أنت عايز إيه؟ طيب ما حددت لي هنا. فنفس الأسلوب ده بيتبع لما شخص يطلب منك مثلا خدمة أو مساعدة أو نصيحة، لازم انت تكون ترتب افكارك قبل ما تسال، قبل ما تتدخل لازم ترتب افكارك وتعرف انت بالضبط ده هو طلبك، وطلبك ده لازم يكون تفصيلي. انا بكرر على الموضوع تفصيلي، اوكي، وبعد كده تطلب من الشخص. حتى دي اعتقد انها لغه عالميه في المجال، في المجتمعات العلميه والبحثيه. يعني اذا رسلت ايميل مثلا لباحث موجود في امريكا ولا اوروبا ولا وات ايفر في اي مكان في العالم عشان تطلب منه حاجه، اذا الايميل بتاعك ما كان ويل ديزاين وفيه تفاصيل ما حيتجاهل الموضوع اصلا ولا حيرد عليك، خاصه اذا اللغه بتاعته برضه كانت ركيكه او ضعيفه او كده. وده طبعا ده كمان بيدخلنا في انك لازم تحسن اللغه بتاعتك، يعني اسلوب الحوار، اسلوب النقاش واللغه، دي اهم ركيزتين ودوك لقدام. بالاضافه لكده طبعا المعرفه، زياده المعرفه والذخيره بتاعتك العلميه عشان تقدر تبني نفسك. اعتقد دي الحاجات الاساسيه المفروض الناس تتعلمها. يعني طبعا انه يعني الثقافه نفسها بتاعت التواصل، باعتبار انه نحن ما بنتعلمها في لا في المجتمع ولا في المدارس، وبالتالي بيكون عندنا فيها مشاكل. فالناس المفروض تبدا تبني نفسها في حيث انها هي بناء الشخصيه. انا كتبت برضو كبسوله عن بناء الشخصيه البحثيه، انك انت كيف تبني نفسك كباحث، شخصيتك مش شخصيتك العامه، لا الشخصيه بتاعتك كباحث دي لازم. انت عايز شغل، عايز شغل كبير جدا جدا، من اهمها طبعا التواصل مع المجتمع العلمي. ده باختصار الحياه اللي ممكن نقدمها يعني كنصائح للناس. شاكر لكم جدا باشمهندس هشام يوسف حسن والدكتور هشام يوسف حسن، امتعتونا في الساعه ونص اللي فاتت دي، ولولا فارغ التوقيت ممكن كان بيدنا انه نمد اكثر. الشباب اللي معانا لو في زول عنده سؤال يستخدم خاصيه رفع اليد قبل ما ننهي الجلسه. ان شاء الله نشوفكم في جلسات ثانيه، في ونسات ثانيه مع هشامين رايحين اخرين. شكرا جزيلا يا باشمهندس وقفي، وكثر خيرك يا اخي على الونسه الظريفه دي، ونتمنى انها هي كانت يعني انها تكون مفيده للناس، استفادت منها، قدمنا حاجه يعني الناس ممكن تستفيد منها. شكرا جزيلا كمان لصديقنا وحبيبنا هشام يوسف ابن كندا البار على وقته وعلى كلامه الجميل ومعلوماته اللطيفه. شكرا جزيلا يا شباب. شكرا لكم استاذ وفي، دكتور الحبيب دكتور هشام، ولكل من تابعنا الان ولكل من سيتابعنا في المستقبل ان شاء الله. اذا اتيحت الفرصه مستعدين دائما انه نقدم حاجة في المجال، أو ونسة دردشة علمية في مجال العلم عموما. شكرا جزيلا. شكرا لكم وإلى لقاء قريب في أمان الله.